بعد أن تحكمت فيه. أما أنك تعطيه ما يريد غصبا عنك، معناته عندك خطأ في الطريقة. الحين راجع الاسطبلة، الخيل لما تطلع مع الخيل تكون مع بعض غريزتها انها تبقى الخيل، لان يحس انه لو قعد بالحالة تاكل النمور، تاكل السباع، تاكل الاسود. لاحظ كيف انا واقف الحصان ما امر حتى بالرجوع، انا واقف ويبين حق الخيل الان فبيحاول يمشي، الخيل قدامه هو ورا، فمحاولته لروحه قدامه ايش تسوي؟ ما اسولف معك. بشيء معين وقفته ثم حاول يجيبه او حاول يروح له، الاختلاف سيؤدي للوقوف. طب هو واقف في الحاله دي، الاختلاف سيؤدي للرجوع، طبعا اضافه انك تقدر ترجع لو بغيت، بس انا ما ابغى ارجع، انا بس قوي وبيحاول يروح. وهذه من احسن المحاولات اصلا، او احسن من احسن طرق تعليم الحصان على الرجوع ورا، لما تدق ريوس رده وهو اللي حاول يروح قدام يرجع ورا. لكن لو كان شغلك خطا في الحاله دي الحصان راح غصب، لو ما راح غصب قاعد يخرب بدي يزيد. بس لما تلحق مره ثانيه تحرك وانت متحكم بالسرعه، يعني لو فرض انك قدرت توقف لكن ما قدرت ترجع ورا في مكان بتاع مردوده، بس وانت رادم تقدر توقف عشان تراقص يمين يسار. الرقص ميزه بس شرط اقدر اوقف الحصان، لذلك لما احرك عقب الوقوف او عقب الرجوع الى اخره ما ينطلق بي على طول. يعني بعض الاخيار ممكن يتقبل الوقوف والرجوع ورا، بس لو تحرك الان يفتح فتح يرفض الهد. طب انا ابغى الحق الخيار بس بهد موزون، هد يعني هد عارف العناء زي ما مقاطع العسيب الاشعه القديمه وغيره، طبعا انا ما اشوف. فالفكره اني ابغى هدف للي قدامي بشكل موزون، هدف وانا مسيطر على الهدف ما ينطق، لكن اقدر ازيد لو بغيت